بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين والمستمعات في إذاعة نجوم FM، أهلا بحضراتكم في الحلقة 28 من برنامجكم الحق فين، والموضوع عن الضرائب للنفقات العامة. كل الناس تعرف أن إدارة الدولة اتطورت وأصبح لها دور كبير في تقديم الخدمات العامة بصفة مجانية أو شبه مجانية، والدول بتغير من بعض أو بتنافس بعض في تقديم أفضل الخدمات لرعاياها. والمعروف أن الإنسان لما بيتدلع وتكرمه بشيء من الرفاهية وبياخد عليه، بيعتبر الرفاهية دي بقت حق مكتسب، وبيطالب أو على الأقل بينتظر المزيد. ولو حصل تقصير في الرفاهية اللي أخد عليها، بيصرخ وبيطالب بعودتها ومحاسبة اللي كان السبب في إيقافها، كما قال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يعني سيدنا عمر اللي قال في عصره: لو عثرت دابة في العراق لخشيت أن يسألني ربي لما لم تمهد لها الطريق. كان أقصى أحلام الإنسان في عصره تمهيد الطريق بالتراب، أي طريق ترابي بالمدق. ولما الإنسان اكتشف البترول في القرن العشرين وعرف صناعة الإسفلت، ما عادش يقبل من الطرق إلا المسفلت منها. ولما الإنسان توفرت له الكهرباء، ما عادش بيعترف بالطرق إلا إذا تم سفلتتها وإنارتها. ولا تزال الدول بتنافس في تقديم طرق لرعاياها مزينة بالأشجار ومتعددة في الحارات ومرسوم بالألوان ونعمة في الإسفلت زي الحرير، ومخدومة بدوريات شرطة ووحدات إسعاف وكاميرات مراقبة. ولسه الجاي في جيل أحفادنا أكتر وأكتر. وكل لما الدولة بترتقي في تقديم خدمة أفضل للناس بتنتظر منها المزيد. بس كل ده وغيره ما بيتمش ببلاش، محتاج نفقات مالية كبيرة، خاصة وإن صناعة الطرق اتطورت لدرجة الخيال في عهد أبائنا. ما كانش حد منهم يتصور إنشاء أنفاق طويلة بعشرات الكيلومترات تحت الأرض وفيها تهوية وإضاءة وخدمة أمنية، أو إنشاء طرق وكباري معلقة تمتد لعشرات الكيلومترات. كل ده في الطرق بس. افتكر كمان في الخلاء، الناس زمان كانت بتقضي حاجتها إزاي؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله والصحابة في عصره، كان لما واحد منهم يحب يقضي حاجته يمشي مشوار كبير على رجليه في الصحراء أو في الأماكن الخلة اللي ما فيش فيها سكان، لحد لما يطمن إن ما حدش هيجرح خصوصيته ويقضي حاجته ويرجع لسكنه تاني. عشان كده سموها أماكن الخلة، لحد لما الإنسان طور نفسه بنفسه وبنى حمامات لكل قرية أو لكل حي سكني، ويتم نضح خزانتها على حساب كل سكان القرية أو الحي. وبعدين ارتقى الإنسان والناس الأدرى ماليا، خصصت لبيوت حمامات لكل سكان البيت اللي بيشتركوا في كلفة النطح لخزان بيتهم. ثم قامت الدولة بتقديم خدمة الصرف الصحي في المدن والقرى، عشان كل إنسان يلاقي كرامته في شقته وفي حجرة نومه. وأصبحت الدولة هي المسؤولة عن عملية النطح، لدرجة إن لو حصل انسداد في أنابيب الصرف الصحي في أي منطقة سكنية النهاردة، كل السكان بيشتكوا الدولة ويقولوا: فينك يا دولة؟ الله يرحم أيام كان كل إنسان مسؤول عن نضح فضلاته. بس الصرف الصحي وصيانته الدولة ما بتقومش به ببلاش. فيه مرتبات للعمال والمشرفين والمهندسين، وفيه نفقات لشراء الأنابيب ومحطات المعالجة وأعمال الصيانة، وهكذا في مياه الشرب والكهرباء والغاز والتليفون. وزاد في الأيام دي الأقمار الصناعية للبث التلفزيوني والنت، اللي أصبح عند ولادنا أهم من الأكل والشرب. وطبعا مش هننسى خدمات الدولة في إنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات، وكمان المطالبة بالتعليم المجاني والعلاج المجاني. هو مجاني للمواطن بس لازم ناس تدفع تمن الدواء والكتب وأجر الطبيب والمدرس. مين اللي هيدفع؟ هتقول الدولة؟ هقولك الدولة عبارة عن إدارة زي إدارة شؤون عمارتك اللي ساكن فيها عدد من الأسر. مين هيدفع أجر نظافة السلم والمنور؟ ومين هيدفع تمن كهربة الأسانسير وصيانته وصيانة وجهة العمارة ولوازمها
العامة، مش لازم مجلس إدارة اتحاد شاغل عقار يفرض على السكان بعدد الشقق أو بعدد الأفراد المستخدمين للمرافق العامة بحسب النظام الموضوع من اتحاد شاغل عقار، وممنوع حد يتهرب أو يماطل في دفع حصته، وإلا فمرافق العمارات تتعطل والكل هينضر. على رأي المثل المصري، اطبخ يا جارية تقوم تقول له كلف يا سيد. فالدولة عن طريق مجالسها الشعبية بتضع نظام مساهمة الرعاية في نفقات الدولة العامة على شكل عادل من وجهة نظر ممثل الشعب، وهي دي اللي اسمها الضرائب. أظن بعد لما بينا إزاي الدولة أصبحت مضطرة لفرض الضرائب على رعاياها بمنطق عادل من أجل خدمة الرعاية وأمنهم على مستوى عالي أو شبه عالي، أصبح من السهل إن إحنا نستوعب إن فرضت الزكاة على المسلمين واللي جملتها في النقدين 2.5% في الأموال المدخرة والمكنوزة وليس على جملة المال المكتسب عمرها ما هتغطي مرتبات الموظفين العامين حكوميين في الأجهزة الخدمية. ده عدد الموظفين الحكوميين 7 مليون، يبقى هنضيع حق الفقير والمسكين من بقية الشعب اللي وصل النهاردة 90 مليون؟ صحيح في 20 مليون مرتاحين، بس يا رب يعينهم ويكفلوا 70 مليون الباقيين. فالدولة الحديثة شافت انها تسيب الزكاة للمصريين يترحموا بينهم وبين بعضهم بيها، باعتبار ان الزكاة فرض ديني والمصريين طول عمرهم متدينين، فاللي عليه زكاة بحكم الدين يتواصل بيها مع قرايبه وجيرانه وزمايله في العمل، واللي مش عارف طريق المحتاجين للزكاة في إمكانه يوكل جمعية خيرية حسنت السمعة من الجمعيات المشهرة تحت رقابة الدولة عشان يطمن. وعلى فكرة أول من فوض الناس في إخراج زكاتهم بمعرفتهم سيدنا عثمان بن عفان، كما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكان السبب إن التقارير رفعت لسيدنا عثمان بإن حصل فساد في عملية الجمع والتوزيع، فحفاظا على أموال الزكاة من الفساد أمر الأغنية إن هم يخرجوا زكاة أموالهم وتحت إشرافهم ومسؤوليتهم الشخصية، واكتفى سيدنا عثمان في تغذية بيت المال للإنفاق على المصالح العامة بأموال الفايق وعطايا الناس وضرائب التجارة والأرض الزراعية اللي كان اسمها العشور. وهنكمل لحضراتكم بعد الفاصل. عدنا لحضراتكم وأهلا بيكم من جديد في برنامجكم الحق فين. الدولة الحديثة النهاردة ماشية على سنة سيدنا عثمان بن عفان، بس لما النفقات العامة زادت اضطرت تفرض ضرائب عادلة بحسب نسبة دخول الأفراد. العجيب إن الفقهاء المسلمين اختلفوا وقالوا هو من حق الدولة تفرض على الناس ضريبة مالية؟ ربع الفقهاء تقريبا قالوا نعم من حق الدولة فرض ضرائب عادلة لتغطية نفقاتها العامة وسد حوائج المحتاجين، وده مذهب الظاهرية وأخذ به بعض المتأخرين من الحنفية وابن العربي من المالكية وعدد كبير من التابعين منهم الإمام الشعبي ومجاهد وطاووس والحسن البصري. لكن 3/4 الفقهاء قالوا مش من حق الدولة إنها تفرض على رعاياها ضرائب مالية، الدولة حقها بس ينحصر في نسبة الزكاة المفروضة بالدين. انتوا عارفين شبهة فين اللي خلت الفقهاء يختلفوا في حكم فرض الضرائب على رعاية الدولة القادرين؟ هقول لكم شبهتين بس. الشبهة الأولى إن الضريبة لا تدفع في مقابل خدمة معينة زي الرسوم، يعني الرسوم حلال لأنك بتدفعها في مقابل حصولك على خدمة معينة، لكن الضرائب أنت بتدفعها في جملة نفقات الدولة في كل خدماتها، وفي خدمات سيادتك ما بتنتفعش بيها خالص، وفي خدمات تانية سيادتك بتنتفع بيها أكتر أو أقل من اللي انت دفعته ضرائب، وده مش عدل. الفقهاء اللي قالوا الضرائب مشروعة بالدين قالوا مش كل حاجة بنتعامل بيها بالعدل، فين الكفالة؟ فين التراحم؟ فين التسامح؟ وربنا وصف الناس اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال عنهم رحماء بينهم. الشبهة التانية قايمة على إن أحكام الحلال والحرام والفرض والواجب لا تقبل إلا من الله سبحانه، لما أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والضرائب لم تفرض في كتاب الله، بل ورد حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. إلا إن المذهب الظاهري واللي وافق المذهب
الظاهري من الحنفية والمالكية وبعض التابعين قالوا بمشروعية فرض الضرائب لتغطية حوائج الناس ومصالحهم العامة، أجابوا عن الكلام ده بأن الضرائب وإن لم يرد النص عليها في كتاب الله لكن في الوقت نفسه لم يرد بشأنها نهي، فهي مما عفى الله عنه وتكون بحسب تراضي الناس، خاصة وأن حديث فاطمة بنت قيس أخرجه الترمذي والدارقطني بسند ضعيف أيضا بإجابة عكس الإجابة الواردة في سنن ابن ماجه. ففي الترمذي والدارقطني عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل في المال حق سوى الزكاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن في المال حقا سوى الزكاة، ثم تلا قوله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ألو إن الآية دي أوجبت حق في المال، الحق الأول آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، الحق الثاني وآتى الزكاة. لازم نشيل مسؤولية بلدنا وما نمكنش المتهربين من الضرائب إن هم يفرضوا علينا رأي فقهي يخلخل ميزانية الدولة عشان يوقعوها بحجة إن الرأي الفقهي ده هو الشرع وده كذب. طلع نزل هو رأي فقهي يحترم، بس ليه نترك الرأي الفقهي التاني اللي قال بيه فقهاء تانيين محترمين قوي وهم فقهاء الظاهرية والمتأخرين من الحنفية وابن العربي من المالكية وعدد كبير من التابعين منهم الحسن البصري والشعبي ومجاهد وطاووس، كلهم قالوا انه يجب على ولي الامر فرض حصة مالية زائدة عن الزكاة وهي المعروفة بالضرائب لتغطية حوائج المحتاجين، بالاضافة الى ان الضرائب بتسد بعض النفقات العامة، وإلا فمش من حق المتهرب عن دفع الضرائب لو كان بيخاف ربنا وبيحب شريعته زي ما بيقول انه يمشي على شارع مسفلت او انه ينتفع بإضاءة الشارع او انه ينتفع بأمن الشرطة وخدمة الإسعاف وخدمة العلاج والتعليم المجاني لأولاده او شراء السلع المدعومة زي العيش والبنزين والغاز، فلو انتفع بأي شيء من ده وأمثاله وهو متهرب من الضرائب يبقى بيغتصب او بينتهب حق غيره من المواطنين الملتزمين بأحكام الضرائب، وهو ده اللي معروف بالسحت. وقد أخرج البيهقي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. بالله عليكم لا تقولوا معانا الحق فين، الضرائب المقررة بالقانون اللي وضعه نواب الشعب مهما اختلفنا معاه في نسبته حق ولا باطل؟ إذا كان للصايم دعوة مستجابة فيا رب نور بصيرتنا وعرفنا الحق فين وارزقنا اتباعه، وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الحق فين.